Mi nombre es Habib Hamed, soy propietario de la empresa Estampado Texprint, de la segunda planta. Y nada, hemos recibido llamadas de diferentes vecinos y de clientes, fuerzas de seguridad, bomberos y demás. Nos han comunicado que había un incendio en nuestra empresa. Hemos venido corriendo para verificarlo y parece ser que el incendio no proviene de nuestra empresa, sino de la empresa de abajo, una empresa que se dedica al sector de la madera. Hemos venido para acá, hemos comprobado, parece ser que hay fuego en el patio trasero de la empresa, del vecino de abajo. De momento no hay daños personales y estamos a la espera de valoración de daños materiales. Veremos mañana a ver qué es lo que pasa. La empresa está llena de trabajo, de tejido, y estamos a la espera de a ver qué es lo que ocurre. No sabemos nada más. لا قال لك شي فران اللي كان تما داخل هو اللي شعل في هادشي العافيه، صار العافيه تما بالي تما عنده الفران عنده ليسانس عنده كل شيء تما ما عنده ما يعمل، اللي كتب هو هذا العساس ما عنده ما يعمل، العساس ما عرف حتى شي حاجه، من السبعه ونص هي شاعله، العافيه من السبعه ونص هي شاعله. ما تأذاش شي واحد؟ لا ما تأذاش شي واحد، العساس اقول له خرج بحالك خرج بحالك ما بغاش يخرج داخل الصحه، عيطنا لنا هادشي هذا صار لنا شنا هما اللي خرجوه. انا ساكن هنايا ما فاز ماليا ما بيا حتى شفت العافيه شاعله. صافي عايش ناس 19 15 صافي شنو سميتو الدخان شفتو ولا العافيه ولا شنو شفتو؟ لا شامينا الدخان فهمتي بقى واحد شويه بدات العافيه كطلع صافي عايش 15 بداو كيدخل شحال دابا تقريبا شحال من ساعه هما دابا هنا؟ دابا شي مع ديك تسعود فهمتي باقا شهر هذا ما عرفتوش شنو السبب ديال هذا الحريق هذا؟ دابا هادي صد مرة هادي المرة الثالثة واخلا الله الرابعة دابا اللي شعل زوين في هاد البلاصة نيس هاد البلاصة نيس فهمتي هادي بحال والو سرق الضو والسهرة أنا كنت مريح في الدار كان راجع عيدا مادة مادة اللغة الإنجليزية كان عندي غدا عندي امتحان وكنسمع كنسمع لامبيلونس دايزة وكنطل كنلقى الحارق كبير بزاف كنخرج كنلقى الناس مجموعة وهذا صافي جيت نشوف شنو كاين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.